المعلم العسل خرج يا حارة. الحمد لله على السلامة يا معلم. منور الحارة يا معلم. ألف حمد لله على السلامة يا معلم عسال. كفارة يا راجل. صباح الخير. طيب صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. الحمد لله على السلامة يا فتوتنا. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ زمان المحروسة بتاعها نايمة والولية طرشة على ما تسمع بقى. المعلم عسال. ازيك يا نايمة؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. نورت بيتك ومطرحك. اقعد يا زهر. لا اقعد ايه؟ على ما سيبك تستريح هنزل استقضي لك شوية لوازم. كل حاجة موجودة ما تشغليش بالك. خير المعلم ما غرقنا، مش احنا بس وحارة اليهود كلها. مش حارة اليهود بس، دي الجمالية وعمومها واللي حواليها. بس اديني الشرف ده يا معلم. البيت زهرة الغلبانة نازلة تشتري حاجات لبيت معلمها وتاج راسها فتحي العسال. ماشي يا أحلى زهرة في الدنيا. بس ما تعوقيش. على ما تاخد حمامك أكون رجعت ونفطر سوا بالهنا والشفا. مش عايزة حاجة يا خالتي؟ لا يا بنت أختي. بالإذن. بالسلامة. الخالتي قال. تطلع مين دي يا معلم؟ دي بقى أجدع من كل الشنبات اللي أنا ربيتها. أصل يعني داخلة كده يعني زي ما تكون واحدة من أهل البيت. الله. أنت مالك يا ولية؟ أنت هتعملي لي تحقيق؟ البت بتاعها ما صحيتش لحد دلوقتي ليه؟ بعد كل الهليله دي. في ايه يا وليه؟ اوعي يا بت يكون اللي بيقولك الكلام ده بيضحك عليكي. فشل يا قبلتي، يضحك عليا ده ايه بس؟ ده المخبر اللي انا حكيالك عليه وعينه مني، هو اللي بيقولي كل الاخبار، لولا كنا احنا في 60 داهيه. يا اختي يا اختي مصيبه داهيه تاخدك، فلا الله ولا فالك، خلي يا اختي ملفظك حلوه كده على الصوب. لا مؤاخذه يا قبلتي، انا بس عايزاكي تصدقيني. يا عيني عليك يا عسال، يا ترى يا اخويا عملوا فيك ايه جوه؟ واولاد الكلب اللي انا لميتهم بالشوارع ما عملوش حاجه. والله العظيم يا معلم، ولا حد منهم. الله عليك. وانت كنت فين يا ولية؟ نايمه على ودانك عاميه ولا ما تمرش فيك العيش والملح انت كمان؟ انا برضه يا معلم، والله العظيم صوتي اتنبح معاها. ما انت عارف ما حدش بيقدر عليها، ولا حتى انت كمان. خلاص يا ابو زفا. الله يسلمك يا زينب، عامله ايه؟ زفت من غيرك، هي الدنيا ليها طعم من غيرك، ده الاكل لا مؤاخذه ما كانش بينزل في البلعون ولا جار. ايه يا وليه بتتفرج على شكوكو؟ ما تجري تنجري تعمل لنا فنجلين قهوه. حاضر. تعالي يا زينب تعالي. اهلا بك يا معلم، نورت الدنيا ونورت المنطقه كلها كلها كلها، يا الف حمد لله على سلامتك. تعيش يا زينب تعيش. مالك يا اخويا؟ شكلك كده ممرور والضعف باين عليه. كسرة الجسم استحملها زينات، انما كسرة النفس صعبه. بعد الشر عليك يا اخويا من كسرة النفس. تهل عمل الراضي وحظي الوحش في الدنيا. نفسي اعرف البيت دي فيها ايه زياده عننا. حننا وشربنا من كعنا، طبخ ومسح وغسيل هدم لحد ما الدم بقى هينزل من صوابعنا، كل ده عشان فرصة وفي الاخر اداها للبت الشارق بتاعته. انا عارف ده جايبها من انه حارة. شششت ما توطي صوتك يا بروطة، منك ليها الفنانة ممكن تصحى. فنانة؟ ده من امتى ان شاء الله؟ استغفرك ربي وقت وبقوليك، ما انتو لو كنت شفتوا اللي انا شفته امبارح، هزت وسط هزت مشاعري، هزت وسط توقع اتخن شنب. طب ما تجرب وتشوف. ما انا شفت انتوا الاتنين طلعتوا مبيضين نحاس، وانت اخرك تهز كتافك. ليه ما نشبهش ولا ايه؟ اسكتي اسكتي يا روح الروح يا قلب الفؤاد، اتفرجوا يا رجاله، هو القمر صحي ليه بدري. وسعوا وسعوا. مش متعودة على المكان. ولا تتعودي، ده مكان زبالة باللي فيه، كلها شهرين بس من اللي عملتيه امبارح من الناحية دي، ونطلع على الزمالك أو الناحية دي وننتقل إلى جاردن سيتي. عايزة قهوة مصدعة الآخر.
قهوة مظبوط، واحدة تحضر الفطار للبرنسيسة، قشطة وعسل أبيض وفطير مشلتت. عايزك تسمن شوية يا جميل، جلالته بيحب السمان. بصي كده على كاميليا وتعلمي. كاميليا مش فردوس محمد. خايف تكون البت اتخطفت تاني يا زينات، وجايز يكونوا نفس الناس. يوه يا أخويا، ويعني هيخطفوها ليه تاني؟ وهم كانوا ليه خطفوها أولاني؟ بصرف النظر، انت عارف انا موصية طوب الارض عليها، اي حد بس يجيب لأي خبر هقول لك على طول. لكن قولي اشمعنى يعني يا اخويا خرجوك دلوقتي؟ والله ايه ده اللي جابك هنا يا بنت دلوقتي؟ ايه ده زينات، انا فاهمك. تفهمي ايه يا معلم؟ وجرى ايه يا اختي؟ هو انت جاي على بيات ولا ايه؟ اهمدي يا زينات علشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه ومع مين؟ انا ساكت عشان خاطرك بس انت يا سيد المعلمين. يا رحمك. لا يا اختي، سيبي سيد المعلمين علي انا وردي عليا. من الوقتي الجاسوس اللي عندي اللي بلغك على خروج المعلم. ما ترد يا بنت، ما تردي لحسن انسل الشبشب ده على دماغك. الشبشب ده يتصل عليك انت يا وليه يا كهنة. انا كهنة يا بنت؟ اسكت يا زينات، قلتلك اسكت يا وليا، وإلا قسما عظما نبوتي يكسر نفوخك. نبوتك انت يتسرع على دماغي يكسرني انا؟ انا؟ عشان مين؟ دي؟ خالتي ناخد الحاجات على جوه. فيكي ولا في الزمن ولا في الراجل اللي اديتي له عمرك وما تمرش فيه. اخص عليك يا ايام، فين رنة دخول خالك يا زينات اللي صحت ميتين وموتت صحيين وهزت الارض من تحتك؟ انت بتعملي فينا كده ليه يا دنيا؟ وقالوا احنا فاكرين نفسنا بنغلبك، وانت كل يوم والتاني تقولي لنا لا ليكوا وزن ولا قيمة ولا حتى معنى. دي اخدتها عسل تطردني؟ تخلي الواطي يعلى والعالي تدفنه تحت الارض؟ يا دنيا بنت كلب ويا راجل ابن ستين، مرسل هانم. هلو فيفيان. أقدم لك صاحبي علي بيه، ضابط كبير في الجيش. أهلا وسهلا. أهلا. هو مش حضرتك علي بيه خطيب ليلى هارون؟ كان عاوز كرافات سلك، وعايزين كمان قمصان ومناديل حرير، عندهم أحلى تشكيلة. مرسل هانم تؤمر. عايزة أشيك من أحمد سالم. طبعا طبعا، كفاية إنه صديقك يا مرسل هانم. لحظة واحدة. اهو ده اللي كان ست ليلى هتموت عشانه؟ خسارة. خدي عمري كله قصاد ابتسامة منك. ست ليلى لولا اللي كان صوتها بيحييني. حبيبتي انتي عايزاني اعملك ايه وانا اعملهولك؟ عايزاني اروح لعلي واترجى واركع تحت رجليه؟ حاضر يعني
أي إشارة مني كده، أي همسة حرف، أحس بس إنك معانا. هو أنت معانا ولا مسافرة؟ لو مسافرة رحت فين؟ أنا أجيلك، أنا ميت يا ليلى من غيرك. لا أمك ولا موسى ولا تجارتي وشقية يعوضوني عن ما أسمع كلمة بابا منك. صوتك، صوتك يا ليلى. يعني ايه؟ مفيش اي اخبار عنه يا خليل؟ هو اللي بيروح عندهم حد يعرف عنه حاجة يا سطوحي. الله، طب ما علي ابني حصل معاه كده ورجع، رجوع ده ايه، مش معجزة؟ ايوة طبعا معجزة يا جماعة. في فرق كبير قوي بين المحروس سعالي وبين سي حسن، ربنا يفك سجنه. سعالي كان بيحارب ناس جبنة بيقتلوا اخواتنا في فلسطين، انما سي حسن واخدينه في قتل مصر زينا ومسلم كمان. مسلم ازاي يعني يا مفتي؟ لا لا الا الله، اللي مسلم اسمه محمود. محمود محمود يا جماعة، درزي ولا مسيحي؟ الاسلام مش بالاسم يا زينهم، الاسلام بالايمان بالتقوى، مش باللي يهدم شريعته. خليل كلامك وقف في زوري، شوية ما يطرش عشان اهدمه، واللي حل الاخوان يبقى بيهدم شريعة الاسلام يا خليل. ما تحل عننا انت يا اخي. وبعدين يا اخواننا ما تستهدوا باللمة، ما بقاش الا انت مكواج الرجل وتفتي كمان في الدين. حش حش يا خليل يا بتاع الطرشي، يا الافتاجي يا الافتاجي يا خليل، وانت فكر نفسك مين؟ الشيخ المراغي يعني؟ وبعدين يا جماعه احنا صلينا ايه؟ مش سامع بيقول ايه يا حسيني؟ يا سيدي افرض ما يصورش، لازم نستعمل بعض شويه. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. الراجل صحيح. فضلك يا حاج، الموضوع ده انتهى. وانا بقول لك رجعه تاني بالاول، ما انت عارف ان انا ضد الحكايه دي من زمان، بس دي حاجه ودي حاجه يا ابني، دول جيراننا ولازم نسال عليهم في الظروف دي، هي دي الاصول. تسالوا زي ما انتوا عايزين، هو انا منعت حد من السؤال؟ انا موافق ابي علي على بيقوله، وكفايه قوي اللي عملوه في المسلمين في فلسطين. ايش طلع من الشقه خضني؟ انت مالك انت؟ ايه انا قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه غلط. ما العيله عم هارون باللي بيحصل هنا؟ الاصل واحد والنبته سودا. النبي يا ست ما تشيلي في بالك ولا تزعلي نفسك خالص، اجمدي كده يا معلمه اجمدي. الله ما تبقيش زي النطاطه يلعبوا بيكي بقى كده. يا بنت يا بنت انا بفضفض معاكي بفضفض، بس بالك
ملك لو جه دلوقتي ده انا مش هيشوف مني غير كل قساوة وغباوة، بس لو جه يعني. ده أنا لولاها ما كنتش خرجت، ومش بعيد كنت مت جوه كمان. بعد الشر عليك وعلى اللي حواليك، إن شاء الله هي وأهلها كلهم. بقولك كل اللي اتقبض عليهم في الليلة ديت ما خرجوش، حتى الواد ناجي صبي النطاط اللي وشى بيه لسه جوه. ها؟ وهو وشى بيه ليه؟ ها؟ قولي ليه أنت بقى؟ عشان ما توعوش يشتغل معاه في الأورنوس مع الإنجليز. يعني مش بس خاين، لا، ده اللي ما يخونش زيه يسلمه. بس هيروح مني فين؟ يوه، وانت مالك وماله يا معلم؟ يا معلم خلي بالك كده من نفسك، ولم رجالتك حواليك، وخلي بالك من صحتك يا اخويا. الله، صحتي زي الفل يا ولية. لا هي كويسة، ما قلناش حاجة، بس يعني انا بقول مش وقت النطاط دلوقتي. وزي قلتلك ان هو اللي بلغ عني الانجليزي. البير ده اللي كان بيغتسل فيه سيدنا موسى بن ميمون، والمية دي كلها بركة، بتشفي المريض، بترد البصر للأعمى. كل المطلوب منك انك انت هتباتي هنا الليلة، وكل شوية تغسلي وشك وإيديك من المية الطهرة دي وتصلي. لازم تعرف ان البني آدم مننا كل ما ربنا يحبه يدخله في تجربة معاناة، وإن البني آدم جاي الدنيا دي عشان يمشي، وما بين ميلاده وموته كأنه غمض عينه وفتحها عشان يفوز في الآخر بالخلود. أسيبك دلوقتي، وما تنسيش المية الطهرة للنفس الطهرة.
انتوا ازاي تصدقوا الجهل والخرافات دي يا امي؟ ولد انت ازاي تقول على ديننا ومعبدنا والحكام بتاعنا جهل وخرافات؟ واضح فعلا ان ليلى كان عندها حق. اه فعلا كان عندها حق، عشان كده وصلت للي هي فيه ده. اوعى تسخر من مرض اي حد وخصوصا اختك، فاهم ولا مش فاهم؟ يا امي انا مش بسخر، وبعدين دي ليلى، عارفه يعني ايه ليلى يا امي؟ يعني افضل احبها مهما عملت، بس انا مش بسخر منها، هي لازم تروح لحكيم نفساني. اختك مش مجنونه يا امي، كلنا مجانين بشكل او باخر. ايري فرويد او يهودي زينا، يمكن تفهمي كلامي ده. انت وفرويد بتاعك اللي مجانين، لكن احنا لا. لا احنا كده مش ممكن نتقدم خطوه ابدا. بركاتك يا ابن ميمون، بركاتك. يلا بقى لولو اشرب اللبن عشان نبقى شاطرين وحلوين كده. يلا حبيبتي. مش قادره، خليني على راحتي. ايوه بس كده يا حبيبتي، ولكن انا عامل حاجه لازم تاكلي. انا اسف، انا اسف على العذاب اللي عذبته لك. اوعي تقولي كده، اوعي. انت استحملت كتير اوي عشان، بس كله هيعدي، كله هيعدي. لو كنت اعرف ان مرض ليلى هيخليكي تفتكريني يا ام علي، قلت لها تمرض من زمان. العدو والنبي يا اختي، ان شاء الله يجيني ويحط عليا. ما كنت اعرف ده، لولاش الحاج شافها، لولاش عرفت. مسامح كريم خطوه عزيزه، طول عمرك قلبك ابيض. المهم اسم النبي حارسها، عامله ايه دلوقتي؟ يا رب تبقى كويسه بحق بركه موسى ابن ميمون. يا رب ازيك يا ام موسى؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بنت؟ وازاي ليلى؟ الحمد لله، كفايه انها جمعت الحبايب. عندك حق، احنا فعلا مقصرين، لولاش يعني مذاكره مريم ومشاغل ستيفانوس افندي. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازيك يا ام علي؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا بنت؟ تشربوا ايه؟ ربنا يخليك يا طنط. ولا حاجه، ما تتعبيش نفسك. لا ما يصحش، لازم برضه تشربوا حاجه. تشربوا ايه؟ اشرب ايه يا معلم؟ ازيك يا معلم؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا سي موسى؟ تمام يا تريف. امال فاطمه فين؟ اتفضل يا ابي. فاطمة. ايوه. قعدي، عايز اتكلم معاكي. انا متغير فيك اليومين دول. مالي يا ابي؟ ما انا كويس اهو. من امتى وانت بتعتنقي فكر متطرف كده؟ ده مش فكر متطرف، ده فكر اسلامي. اسلامي؟ مين قال لك انه اسلام؟ كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل اكثرهم لا يؤمنون، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، لتشدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. صدق الله. مش ده كلام القران برضو؟ انت بقيت مثقفه دينيا كمان؟ تسخر مني يا ابي؟ طبعا بسخر منك، عشان انت حافظه الايات، بس مش عارفه اسباب النزول. الايات دي نزلت ليهود معينين في زمن معين، في احداث معينه،
كلهم كده. امال ما كنتش عايشه في حاره اليهود؟ دول اهلنا واخواتنا. انت اللي بتقول كده يا ابي بعد كل اللي ليلى عملته فيك. ليلى ملهاش علاقه بالموضوع. انا اسف. الناس اللي مالوا دماغ بأفكار غلط هيغيروكي للأسوأ ولا للأحسن؟ ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش. خش يا ولاد برجليكوا اليمين. عدى فندم. اهلا وسهلا بالبشوات. اتفضلوا اتفضلوا. بقول لك ايه بقى، شوف لنا الترابيزه على المرسح. جوزه لبرنس زي حضرتك. اتفضل يا بيه اتفضل. اتفضلوا. خش يا ولاد اقعد يا نخل. وعندكم بقى بروجرام حلو كده ولا هنقضيها خف في الدم ونكت؟ لا يا بيه، احنا عندنا رقصه جديده انما ايه، كلها شهرين بس وتبقى نجمه سينما ومرسح. اشربوا ايه يا بهواه؟ بص بقى يا اخينا، انا يعني الرجاله دي كده النهارده عايز ابسطهم عينيا، فعايز بقى لمؤاخذه عايز ويسكي وشويه مزان. يحضر حالا حالا يا بهواه. انبسطوا يا ولاد. احسنت يا استاذ. والان ايها الساده الكرام، يا سعد ملا ماجستك بنجمه الرقص الراقصه اللبلويه ابتهال. يا نهار اسود تهل بنت العسل. ايه يا معلم؟ يا نهار اسود، رقصة في كباريه واحنا وشي كده؟ يا فضحتنا. ايه يا زينب؟ انت محسساني كاني بتكلم على بنت النحاس باشا، بنت زينب هانم الوكيل. دي بنت العسال، وما ادراك ما العسال. يا كبد امه يا عيني، ده يتقهي فيها قهره دي؟ نفس التين ده. انت بتكلم الكلام ده؟ ده راجل جعر يموت على القرش. ان شاء الله يكون جاي من ورا مين. لا ده راجل شريف، راجل نزيه، راجل حر. ماشي يا حره انت كمان. انا قدمت لك خدمه، ليا عندي خدمه واحده، انا عايز واحده. في ايه؟ ما تهمد يا مطاط، انت وضبطت كده على اسمك. لا لا، ده انت دماغك راحت بعيد. زينات يا عزيزتي، انت غير مناسبة ليا بالمرة في المرحلة دي، مش تيبي. فاشر، ده انت لو اخر راجل في الدنيا. المهم خلصينا، انا عايز الحق الرقصة الجهنمية بنت العسال. بقول لك ايه يا واد، تفتكر يعني اروح انصحها كأم فاضلة؟ شرفك يا معلم، ما سيبنا خرم فيك يا مصر الا ما دورنا فيه. مش جايز تكون خلعت بمزاجتها. يقصد يا معلم انه ان شاء الله ما يكونش حصل لها اي مكروه. وانت سيد المعلمين وعارف البنات في السن ده عدم المؤاخذه يعني بيبقوا طايشين شويه، يعني تحب واد كده راجل كده يضحك على عقلها بكلمتين والفاس تقف الراس. يا معلم وايه تاني يا رجالتي؟ معلم عسال، احنا بس نقص. انتوا بتداروا على خيبتكم، بتداروا على تقصيركم في حقي علشان ما حافظتوش على حرمه بيتي في غيابي. بس لازم كل واحد فيكم يعرف اني ابتهال حره. عارفين يعني ايه حره؟ يعني ما حدش يعرف يضحك عليها ولا هي من الحريم اللي يضحك عليهم. عارفين ليه؟ عشان دي اسمها التحليل العسكري. معلمة زينات. معلم فين؟ ازيك يا معلم؟ ازيك يا زينات. كنت عاوزاك في كلمتين لوحدنا. طب بالاذن احنا بقى يا معلم. اشوفكم بالليل يا رجاله. خير يا زينب. مش عارفه يا اخويا، ابتدي
ابتدي منين ولا اقول ايه؟ من الاخر. ابداي من الاخر يا زياد. موضوع يخص التهل. انا عرفت مكانها فين. فين؟ انطقي يا ولية. انت هل بتشتغل رقاصة في كباريه اسمه ماجستك والنطاط اللي قالي